تعلمك ساحات التظاهر كيف تحب الوطن، أيضا تعلمك تحمل المحنة. إيمانا بنا بأهمية المظاهرات وحماية أرواح المتظاهرين، بالتعاون مع دائرة صحة كربلاء قمنا بندوة حوارية حول الوقاية من مرض كورونا اللي منتشر هالفترة، وخصوص أنه صارت إصابات بالنجف وغير مكان. حالة الارتباك من الفيروس والتي لم تمنع استمرار التظاهر صنعت أجواء تثقيفية وتوعوية بين الأطباء والمواطنين في الساحات. احنا قدر الإمكان كدائرة صحة كربلاء حالياً سوينا فرق توعية ونثقف بالجامعات بالمدارس. اليوم أيضا بخيمة وطن إحنا مركز اعتصام كربلاء نثقف على هذا الموضوع قدر الإمكان، الازدحامات واحد يتجنبها، الاختلاط والإعطاس المباشر وأي شخص مشكوك به مفروض يبلغ عنه حتى نعرف نتخذ أي إجراء. وهذا وباء، هذا ينهي العراق، والعراق ما عايزه بعد مشاكل أكثر من هذه. دائرة الصحة ما تمتلك المقومات القوية الحقيقية اللي تقدر تصد لكي أمور. إحنا اليوم عندنا المستشفى التركي مسدود، ممكن هذا يوفر لك واي أمور إذا صارت عندك حاجة أو غيرها. فلهذا السبب ندعو إنه الجميع من الأجهزة الأمنية ودائرة صحة كربلاء بإجراء اللازم بحق الوافدين وفحصهم خوفا من انتشار هذا الوباء في كربلاء. كورونا الجديد الذي أوقع 5 حالات في شباكه، منها 4 حالات في كركوك وحالة في النجف، جعل قرار تمديد حظر دخول المسافرين القادمين من الصين وإيران قائما ومستمر. هناك بعض الأساليب الجشعة وبعض المنتفعين يحاولون استغلال أزمات الناس بارتفاع أسعار الكمامات، هذه الكمامة البسيطة التي ارتفع سعرها كثيرا للأسف الشديد، وهي رسالة لكل العراقيين التكاتف والحذر، لأن هناك حكمة أو قاعدة تقول الوقاية خير من العلاج. حالة الارتباك من الفيروس صنعت مشهدا من التكافل بين المواطنين، تكافل يبحث عنه العراقيون في جيوب المسؤولين والجهات الرسمية.